نظم مواطنون من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب وسط اليمن صباح الاثنين وقفات احتجاجية عدة تنديدا بوفاة مواطن مسن تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيا الحوثي بالمحافظة. وقال شهود عيان إن وقفات احتجاجية نفذت أمام النيابة العامة وأمام بوابة المحافظة وأمام محكمة الاستئناف بمدينة إب، رفع فيها لافتات عدة تطالب بمحاسبة الجناه وكشف ملابسات جريمة مقتل المواطن محمد علي الأديب بسجون ميليشيا الحوثي بمديرية القفر. وسجلت منظمة رصد للحقوق والحريات ومنظمات حقوقية أخرى أكثر من 18 حالة وفاة تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة إب.